جسر الشالشيه والطوبشي من ضمن مشاريع الحزمه الاولى لفك الاختناقات. باشرنا باعمال الهدم المقتربات الصعود والنزول ورفع الانقاض، ثم اعمال تعارضات الماء والكهرباء. الان انجزنا ولله الحمد 67 ركيزه من اصل 391 ركيزه. طبعا طول هذا الجسر 1000 متر. الغاية من هذا الجسر هو فك الازدحام أو الاختناق المروري على تقاطع جسر الطوبش. حالياً بعد إنجاز هذا المشروع إن شاء الله راح يكون اللي السير اللي قادم من جهة الطوبشي وجهة الإسكان باتجاه العظمية، بدل ما يتوقف بهذا التقاطع والازدحام المروري راح يكون مجسر على شكل نصف دائرة. هذا المجسر اللي قادم من جهة الإسكان راح مباشرة يكمل زين ويطلع بهذا الجسر المعلق، يمشي مسافة 500 متر ويرجع يلف بالاتجاه الثاني ويطلع باتجاه منطقة العظمية والعطافية. بالنسبة لمجسر الشالشية الحمد لله وصلنا نسبة إنجاز 73%. بالنسبة لمشروع الطوبشي 20%. العمل بالمشروعين طبعا هو مشروع واحد الطوبشي والشالشية بمعدل 24 ساعة 3 شفتات، شفت صباحي وشفت مسائي وشفت ليلي.